نظم قصر ثقافة دمنهور التابع لفرع ثقافة البحيرة احتفالية ذكرى أعياد الشرطة بمشاركة عدد كبير من مبدعي وأهالي البحيرة. تضمن الحفل معرضا للفنون التشكيلية ومعرضا لنادي المرأة بمشاركة عدد من ذوي الهمم، بالإضافة إلى حفل فني تضمن عددا من الأغاني الوطنية لفرقة الموسيقى العربية. بنقدم لكم احتفالية إن شاء الله هتكون فيها فقرات حلوة ومميزة، هيكون فيها معرض فني تشكيلي، معرض لنادي المرأة، ورش تفصيل، نتاج ورش احنا قدمناها كتير في القصر الشباب وشاركت معنا. هيكون عندنا برضو فقرة في المسرح فيها أكتر من مجموعة هتقدم شعر. النهاردة عندنا معرض فني تشكيلي متنوع لإنتاج الورش الفنية وكذلك لفنانين مشاركين بمناسبة 25 يناير عيد الشرطة. فعندنا أكتر من ورشة، عندنا ورشة بالرصاص وبالفحم وبالألوان الأكريليك وبالألوان المية وبالألوان الأكريليك النحت البارز وكوليكشن مختلف وجميل. شاركت هنا بلوحتي يا راجل مصري بعبر عن العادات والتقاليد المصرية وحبهم للشاي. استخدمت هنا في الخلفية السكينة، عملت بيها زي تأثيرات عشان أعبر عن الحوائط التراثية المصرية والابتسامة المصرية الجميلة. كنا بنصور صور طبيعية وبنعمل منها اللوحات بتاعتنا، فتعلمنا الظل والنسب والإضاءة. فبس بنشكر قصر الثقافة ان هو حب يعرض الشغل بتاعنا هنا. عاملين رسم اكريليك بارز، لوحة على النظام الروسي، الورود الروسية، وهنا سيادة الرئيس والنسر بالاكريليك البارز.